أهلا بكم مشاهدين وحياكم الله في حلقة أخرى نواصل من خلالها تتبع تطور الدراما البحرينية على شاشة تلفزيون البحرين. عام 1984 تم إنتاج عملين، الأول بعنوان خفايا ضمير وهو من تأليف وسيناريو وحوار جاسم الزايد وإخراج المصري يوسف حمودة، أما العمل الثاني فكان عبارة عن سهرة عنوانها وعادة الابتسامة، عن قصة من تأليف نور الدين أحمد وأعدها راشد نجم اللي أيضا اشترك في أداء إحدى شخصيات السهرة، كانت من إنتاج الفنان محمد البهدهي من خلال مؤسسته المسرح الكوميدي للإنتاج، وتدور أحداثها حول أسرة متوسطة الحال تتكون من أب وأم واثنين من الأبناء وزوجة الابن الأكبر وهو الابن المتذمر اللي دائما يشوف أنه أرفع من أنه يعيش في وسط هذه العائلة القانعة، فيسعى بالكذب والتدليس لإعطاء من حوله فكرة عن حياة الغنى الزائف اللي يعيشها، وهذه خلي عرضة للمشاكل. اشترك في أداء شخصيات هذه السهرة كل من محمد البهدهي، قحطان القحطاني، مريم زيمان، عبد الله ملك، وأمينة القفاص، وخليفة أبو غمار، وحسن الواوي، حمزة محمد. أما الإخراج فكان لعبد الواحد درويش وأمير الشايب. مش تكبر يا غصن للي سقاك من ماء المحابة عمو. وينك يا يوسف؟ شايك برد؟ الله أحب أشربه بارد. يلا يا يوسف كل تأخرنا. زين يبا يح، شلون زين يبا؟ ايش فيك يا يوسف انت اليوم؟ يا يبا ما فيني شيء، بس انتوا اللي شايلين الدنيا وحاطينها على روسكم. يا يوسف صل على النبي وكل ريوقك وخلى الصبح مر على خير. عاد انا الاقي شيء اكل. الله والريوق. يوسف احمد ربك ولا ترفس النعمه، غيرك ما يلاقي شيء ياكله. ايش عليه عاد؟ ايش عليه؟ هذا الأكل اللي تأكل منه طول حياتك. أن يزالك أهلا وسهلا، ما يزالك أكيد طوفة طقاسك فيه جليل الحي. يبا الله يهداك يا يبا، تعال ترايك زين. يوسف الريال صوت عليك. أنا؟ إيه أنت ما تعرفه؟ أنا أعرف الأشكال. هاي تلاقي واحد يشتغل عند أبوي في الشركة. طق أبوي طق. وعادة الابتسامة كلها يمكن صورناها في أجواء شعبية في بيوت حقيقية بالفعل. إحنا الفكرة كانت، ويمكن أخذنا هذه الفكرة من الدراما السورية، إن إحنا ما نبني ديكورات. فتروح الأماكن الطبيعية، إذا بيت في بيت طبيعي، غرفة قديمة بيوت، فلذلك إحنا استعنا بكثير من الأماكن الطبيعية اللي كانت موجودة، ما صورنا ولا في مكان يبني بانوهات وديكورات وسويناها. اشتغلنا في أماكن طبيعية، كان مكتب أخذنا مكاتب، كان بيوت أخذنا بيوت. فأتذكر في عادة الابتسامة هي من جزئين، هي من إعدادي أنا. صورنا جزء منها في قلالي
كان بيت خالتي هذه، وكان بيت كبير في عدة طبعاً إخراج أمير الشايب، الأخ أمير الشايب. وصورنا أيضاً في بيت مذكور ومحرق، صورنا أيضاً في أماكن كثيرة كلها لها علاقة بموضوع السهرة. وعادت الابتسامة أيضاً هي سهرة من جزئين، أعتقد إنتاج الله يرحمه محمد البهدي هي، أو كان مساهم، كان هو دور أبونا أنا وزميلي الفنان قحطان القحطاني. كنت أنا الولد المثالي وهو كان الولد المستهتر، وهو مو براضي بوضع الاجتماعي ويتظاهر ويتباهى، أنا لا أشتغل ميكانيكي أو شغلة كذي، فكان هو يتنكر حق أبوه ووضعه. كانت مثل السهرة اللي تنحط مرة وتروح، مو المسلسل اللي تتابعه وهاللون. فإذا أحد شاف ذي الليلة السهرة أوكي، وبعدين جزئين، أنا متى أنطر بعد الجزء الثاني؟ يمكن أسبوعي. في عادة الابتسامة أذكر صادتنا مرة أنا وقحطان هستيريا الضحك، كان في أطفال صغار قاعدين يشوفوني في شكل معين، وأنا وقحطان كانوا يوهني في وجه الأطفال، فكان في حركات تصير من الأطفال اللي شاهدونا، فبدينا ضحك. تابي ساعات الضحك الهستيري اللي يصيدك على يمكن شيء بايخ زين، لدرجة أن أستاذ أمير الشايب كان نصور بالأوبي طبعاً، طلع لنا قال يا جماعة خلاص، حتى كان يعلمونا، قال طق كوعك في ركبك وسوي. قاعدين طبعاً هم ساعات ما يضحكون، ساعات يسولفون، ساعات قاعدت تكون فيها شيء مضحك عرف، وإحنا مشاهدينهم أنا وقحطان ومندمجين، ومشهد جاد أنا قاعدة حاسبه وكذي، يعني المشهد إذا بتأديه لازم كذي تغمض وتعيش اللحظة. ويازعب واحد يبلع ضحكته، وأول ما نبتدي ونضحك مرتين ثلاث، وكل مرة يصير موقف من الأطفال يزيد الضحك عندنا، لدرجة أن يانا أستاذ أمير وهاوشنا، قلنا له أوكي بس وقف شوي، خل نريح، خل ننسى، خل نتمشى، خل نروح نسولف في شيء غير، سوي بريك غدا، بريك عشاء، أي شيء، لأن المنظر شيلوا اليهال من قدامنا، لأنهما كانوا سبب الضحك. هذه يعني أكثر شيء. بس كان ذيك الحزة أستاذ قحطان الله يحفظه، كنت طالع وياه طالع مشوار ما لنا علاقة، يعني مو تمثيل بس كذي دوارة شيء، على كنا يعني في محل أثري قلعة عراد أو شيء هاللون، وياه واليهال كلهم تلايموا عليه. ذيك الحزة ما كان أحد يعرف في جيلي الناس، ولا كان عندنا ذاك الإنتاج التلفزيوني الكبير، فالناس اليهال كلهم تلايمين على قحطان، لأنه كان ما شاء الله عليه هو يعني أكثر واحد يمثل كان في الكويت. فيقول لي شوف عبد الله، هذه أحلى لحظة تحسها أنت كفنان، بكرة لما تمثل شوي أكثر وتنعرف ويونك ناس يوقعون وياك، يعني قبل ما كان في تصوير كله يكتبون أوتوغراف أو بس يسلمون عليك يسولفون وياك، هذه فرحتك وهذه مكسبك. عام 1985 تم إنتاج عملين لهيئة الإذاعة والتلفزيون، هما عبارة عن مسابقات رمضانية، الأول بعنوان من الغلطان، تأليف وسيناريو وحوار يوسف السند وإخراج حسن عيسى. الدور فكرة البرنامج أو المسابقات حول بعض التصرفات الحياتية الخاطئة، ولكن في قالب درامي كوميدي، يعقبها السؤال في نهاية كل حلقة عن الغلطان في هذا التصرف، ويترك الجواب للمشاهد ليقرر من هو الغلطان. اشترك في أداء الشخصيات أحمد الصايغ، يوسف السند، سبيتش الحكم، جمعان الرويعي، أحمد بشوك، وسعد علي، وضيف الشرف عبد الله يوسف. يلا 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 نفتح باب المشكلة، يلا 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 نفتح باب المشكلة. How long have I been asleep? الو عدنان، ايه انا وليد. ها ما في شطة يدد؟ ها اربعة شطة يدد؟ ايه زين هاي زين. شلون؟ ايه ادي انك تطالبني فلوس، بس ارجوك لا تبيعهم. ايه ما عليك.
إيه إيه باكر عندك البيزات ولا يهمك. إيه 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 بس انت خلنا في المهم. الشرطة زينة. إيه فيهم مايكل جاكسون يا وبعد إيه وليد عسى موشر ايش فيك مريض؟ مريض يا ام مريض. بسم الله عليك وش مرضك؟ احس يا ام احس ان عافيتي مو شايلتني. اصرقوني يا جماعه اصرقوني يا جماعه ان وليد مريض مو بصاحي. ها وليد مريض؟ وليد مريض وهو كل يوم يتشرد من المدرسه. شوف عود كل شيء الا وليد، كل شيء ارضى عليه الا وليد، وتحمل التحكي عليها الا مره ثانيه ترى بيصير معك شيء مو بزين. نعم يا يشرد من المدرسة واحنا تأكدنا من إدارة المدرسة بهالشيء. أرجوك يا أخوي لا تقعد تدخل بيني وبين ولدي، تحمل هذا ونقول لك. أخ يا جماعة باين ما أدري أشقق ثيابي أنا الحين. في خارج الاستديو وداخل الاستديو المسلسل يعني تدري الأشياء الحركات اللي فيها برا، وخدنا بيت سالم سلطان صورنا داخل البيت بيوت القديم من مدينة عيسى، وكملنا بعض الأشياء في الاستديو مع حد الخليجي كل المخرجين مال دول الخليج. كنا ندرس هناك بالنسبة للدراما طبعا يابوا لنا مخرجين كبار من مصر شام أبو النصر ويابوا لنا يعني أتذكر يابوا لنا فهمي عبد الحميد من صاب معروف يعني كان يسوي فوزير نيلي. هاي بالنسبة للسمونة لأن خدنا بالمعهد. إحنا طبعاً هاي سنة قبل الثمانين كذي الثمانين اشتغلنا أنا اشتغلت في شو اسمه في رحلة العمر. أما العمل الثاني اللي أنجزته هيئة الإذاعة والتلفزيون في نفس السنة فكان أيضاً عبارة عن مسابقات يتخللها سؤال موجه للمشاهد تحت اسم شعراء العرب باللغة العربية الفصحى وفحوى العمل عن شعراء العرب وأشهر قصائدهم ويؤدى في قالب تمثيلي درامي من خلاله نتعرف على شخصية كل شاعر ويترك اسم الشاعر وهو سؤال كل حلقة ليجيب عليه المشاهد. أعد هذا البرنامج عبد الوهاب عطا، أما الشخصيات فقد قام بأدائها عبد الله يوسف، خليفة العريفي، عاطف السلطي، أحمد الزياني، جاسم الصايغ، بسام الذوادي، عادل شمس، جمعان محسن، جعفر الحايكي وضيوف الشرف أحلام محمد، سناء يونس، قحطان القحطاني، والتقديم لعبد الله ملك ومريم زيمان. أما الإخراج فكان لجاسم جابر ومساعد المخرج أحمد يعقوب المقلة. كان ميراثهما صندوقا قديما في منزل مهجور منذ مئات السنين، ولكن ما في هذا الصندوق قدم لهما عالما ساحرا يزخر بالأحداث والأشخاص. هل أنت متأكد أن أحد لا يرانا في هذا المجلس؟ نعم متأكد يا مريم، فهذا المجلس مضى عليه أكثر من 1500 عام ولا يسمع صوتنا أحد؟ دعي عنك الخوف، فلا أحد يرانا ولا أحد يسمعنا. استمعي إلي جيدا، ما أريده منك هو أن تصفي لي ما تشاهدين وصفا دقيقا حتى أسألك سؤالا في نهاية رحلة الليلة. أرى شابا وسيما جريئا لا يبالي بشيء، ويبدو من حديثه أنه متلاف ينفق ما في يديه ولا يميل للعمل.
إنك تعرف أخي معبد وموقفه مني ومن حياتي ومن شعري، إنه لا يريدني إلا أن أرعى الإبل. الواقع أنك شخص مسرف متلاف. شعراء العرب يمكنه كان عمل بعد نوع المسابقات، كنت أنا وزميلتي مريم زيمان إحنا المذيعين، وزملائنا الممثلين هم اللي يسوون الشخصيات الممثلين. فأعتقد أنه هو كان العمل بالنسبة لي في النسبة في تلفزيون البحرين، شعراء العرب يمكن يعتبر هو أول عمل باللغة العربية، ومو اللغة العربية البسيطة حتى، كانت لغة يعني أنا لما أشوف الحين المفردات مالت يعني مو مالت الحكي اللي نقوله الحين، الآن سوف تشاهدون مشهدا صغيرا، لا، عند فلاسفة العرب عندما يمرشنوا يختلجوا الشاعر في يعني. فأنا لما أشوف الحين ويا زميلتي مريم حتى إحنا كمذيعين نقول شلون حفظناه، وكان في شيء اسمه أوتوكيو مثلاً إنك أنت تبوق وتشوف، ولا كان في مجال إنك أنت واحد يحط لك ورقة وطلع يبين، لأن عيونك مو كل واحد يقدر يبوق ويبين إن روحه ما قاعد يبوق، فلازم تحفظ. أذكر وإحنا نصور سوالنا زيارة الله يرحمه ويغمد روح الجنة الشيخ عيسى بن راشد، كان وكيل وزارة الإعلام، فدخل علينا استوديو 3 من الباب الخارجي اللي دخل كسيد الاستوديو، وطبعاً بطيبته وتواضعه وبساطته وهاللون يسولف ويانا وقفشاته اللي قوش قاعد يصورون ذلين بعد هذه مال عدال، أول مرة نشوف بنطلون فوق بشت. كان يقول فماري كان من يشرح له المعد أو فيه، وإحنا يعني صغار ورجل هيبلة ومكانه ورق بساطته، فشوي أنا أحس روحي إن كنت لحظات انحرجت أو حسيت مسوي شيء غلط، لكن ما شاء الله اللي حوالين عدلوا الموقف. تخيل أن ما حد يعرف، مو كل الناس تعرف الشعراء، وبالذات الشعراء القدامى مثل أمرؤ القيس، مثل حسان بن ثابت، مثل عنترة، يمكن عنترة يعرفونه لأنه طلع في الأفلام والناس كانت تشوف ذي الأفلام في السينما، لكن كثير من الشعراء ما حد يعرفهم. طلع ذي البرنامج وعرف الناس على هؤلاء الشعراء وخلاهم يبحثون حتى يعرفون الإجابة على المسابقة، وذي كانت ميزة من ميزات برنامج بيت الشعر. أعزائنا، كانت هذه حصيلة الثمانينات من الأعمال الدرامية اللي تم إنتاجها في تلك الفترة. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لنواصل الحديث عن تطور الدراما البحرينية. في أمان الله.